السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن الريلي. طبعا الفيديو اللي قبله شرحنا الترانزستور وسوينا عليه مثال. الآن راح نتكلم عن الريلي. طبعا الريلي يختلف عن الترانزستور. الريلي يقدر يشغل أحمال تحتاج إلى قدرة عالية جدا. أوكي، يعني مثلا لو عندنا أي حمل مثلا يشتغل بميتين وعشرين فولت، اوكي؟ طبعا في هذه الحالة ما راح نستخدم الترانزستور، راح نستخدم الريلي، اوكي؟ لأن الريلي يشغل أحمال ذات قدرة عالية، اوكي؟ هنا طبعا صور بعض الريليات. طبعا نلاحظ أن الريلي يكون دائما يكون مكتوب فيه جهد تشغيل الريلي، اوكي؟ طبعا جهد تشغيل الريلي ما له دخل في جهد تشغيل الحمل، اوكي؟ عندنا مثلا هنا لو تلاحظون هنا عندنا مثلا مكتوب 5 فولت دي سي، اوكي؟ يعني ان جهد تشغيل الريلي عشان يشتغل لازم نعطيه 5 فولت، اوكي؟ والحمل اللي بنوصل فيه الحمل هنا 240 فولت، اوكي؟ 240 فولت. فهذا الريلي يشتغل بخمسة فولت، نقدر نتحكم فيه بخمسة فولت عشان يشغل لنا أشياء تصل إلى 240 فولت. طبعا هذا للريلي اللي تشوفونه هنا. طبعا من ريلي إلى ريلي يختلف، اوكي؟ في بعض الريلي تشغل جهد أكبر. طبعا الريلي باختصار هو عبارة عن جهاز كهروميكانيكي يحتوي على مفتاح وملف يتم التحكم في المفتاح عن طريق المجال المغناطيسي، اوكي؟ هنا عندنا هذه العناصر الداخلية للريلي، اوكي؟ قلنا في ملف وهنا عندنا المفتاح. هذا المفتاح راح نقدر نتحكم فيه اذا مر تيار خلال الملف، لان مرور التيار في الملف راح يولد مجال مغناطيسي راح يسحب السويتش ويشغل الحمل، اوكي؟ فهذه الفكرة، اوكي؟ عند مرور تيار في ملف الريلي فإنه يتولد مجال مغناطيسي مما يتسبب في جذب تماس الريلي مما يسمح بتوصيل المفتاح، ولكن عند توقف مرور التيار في الملف عندها يعود المفتاح لحالته الطبيعية، اوكي؟ هنا عندنا مثال، إذا غذينا هنا ملف الريلي، اوكي؟ إذا غذينا ملف الريلي راح ينتج عنه مجال مغناطيسي يسحب السويتش ويشغل الحمل، اوكي؟ أما إذا فصلنا التغذية عنه راح يرجع السويتش لحالته الطبيعية، اوكي؟ طبعا هنا قلنا الملف راح نوصل فيه جهد تشغيل الريلي، اوكي؟ يعني مثلا اذا كان جهد تشغيله 5 فولت نوصل ب 5 فولت راح يتحكم بالسويتش، اوكي؟ اذا كان مثلا الريلي ب 12 جهد تشغيله 12 فولت نوصل ب 12 فولت يتحكم في السويتش، اوكي؟ طبعا قبل ما نكمل شرح الريلي عندنا نقطة مهمة اللي هي طرق توصيل العناصر بالمتحكم. يعني إذا كنا بنتحكم بأي عنصر نبي نوصله بالمايكرو كنترول عندنا 3 طرق. الطريقة الأولى اللي هي التوصيل المباشر إذا كانت قدرة المتحكم أكبر من قدرة الحمل، أوكي؟ يعني مثلا إذا عندنا المايكرو كنترول يشتغل بخمسة فولت، أوكي؟ إذا كان عندنا الحمل يشتغل بثلاثة فولت فنقدر نوصل بالمايكرو كنترول، أوكي؟ لأن المايكرو كنترول يقدر يعني يشغل هذا الحمل، اوكي؟ فلانه اكبر، اوكي 5 فولت طبعا اكبر من 3 فولت او 2 فولت او 4 فولت، اوكي؟ اما اذا كان عندنا الحمل 5 فولت يعني يساوي قدرة المتحكم او اكبر منه بشوي، ففي هذه الحالة يفضل استخدام ترانزستور، اوكي؟ يعني مثلا اذا كان الحمل عندنا يشتغل ب 6 فولت 7 فولت او حتى 5 فولت، اوكي؟ لابد ان نستخدم ترانزستور، اوكي؟ اما في الحالة الثالثة اللي اذا كانت قدرة المتحكم اصغر بكثير من قدرة الحمل، يعني مثلا يكون الحمل اكبر بكثير من قدرة المتحكم، يعني مثلا عندنا حمل يشتغل ب 200 فولت ما راح نقدر نوصل بترانزستور، ففي هذه الحالة نستخدم الريلي، اوكي؟ طبعا الريلي يشغل احمال تحتاج الى قدرة عالية جدا، اوكي؟
طبعا عند توصيل الريلي في أشياء أساسية أوكي لازم نسويها. طبعا قلنا إن الريلي هذا ملف الريلي أوكي. طبعا ملف الريلي قلنا هو اللي راح يتحكم بالمفتاح الداخلي أوكي. أوكي يعني هو اللي بيسوي الأون والأوف أوكي. فنحن عندنا هنا وش سوينا؟ وصلنا ملف الريلي، وصلنا بالترانزستور اوكي. يجب ان نوصله بالترانزستور اوكي. هنا عندنا هذا اللي تلاحظون ان بي ان ترانزستور اوكي. هنا عندنا قلنا مثلا هذا جهد تشغيل الريلي، خلينا نفترض انه 5 فولت اوكي. فهنا وصلنا الجهد 5 فولت، هنا وصلنا ملف الريلي ب 5 فولت اوكي. فراح يمر التيار خلال الملف بس ما راح تكتمل الدائرة. ليش؟ قلنا بيوقف هنا، لابد ان نتحكم بوابة الترانزستور عشان نسمح للتيار المار من الملف الى الارضي عشان تكتمل الدائرة اوكي. فقلنا راح يجي التيار يمر بالملف بس ما راح يوصل للارضي، ففي هذه الحالة ما راح ينجذب تماس الريلي، يعني ما راح يوصل السويتش ويشغل الحمل اوكي. فلا بد ان هنا نشغل الترانزستور، يعني نحط مثلا نوصله بالجهد الموجب، نوصل الجهد الموجب في البوابة عشان يسمح للتيار انه يمر الى الارضي. فاذا مر التيار الى الارضي فراح ينتج المجال المغناطيسي في الملف وراح يشغل السويتش الداخل اوكي. فهذه الفكرة اوكي. فراح نستخدم هنا الترانزستور، راح نستخدمه يكون وسيط بين الريلي والمايكرو كنترولر اوكي. لان طبعا قلنا تيار تشغيل الريلي اكبر من التيار الذي يستطيع المتحكم اخراجه اوكي. عشان كذا لذلك يجب وضع ترانزستور يتحمل نفس جهد تشغيل الريلي ليكون وسيط بين المتحكم والريلي. طبعا قلنا يجب وضع ترانزستور يتحمل نفس جهد تشغيل الريلي اوكي. هنا عندنا مثلا نفترض ان الريلي عندنا قلنا يشتغل جهد تشغيل 5 فولت، في هذه الحالة يجب ان يكون الترانزستور يقدر يتحمل 5 فولت اوكي. اما اذا كان جهد تشغيل الريلي 10 فولت اوكي، يعني لابد انه يكون الترانزستور يتحمل 10 فولت اوكي. لان الترانزستور هو اللي راح يشغل الريلي اوكي. يعني المتحكم نفترض هنا موصل متحكم اوكي، المايكرو كنترولر راح يتحكم بالترانزستور والترانزستور هو اللي راح يتحكم بالريلي اوكي. فعشان كذا لابد ان جهد الترانزستور يكون يعني يقدر يتحمل نفس جهد تشغيل الريلي اوكي. بما ان عندنا هنا في المثال قلنا جهد تشغيل الريلي 5 فولت، في هذه الحالة نوصل ترانزستور يشتغل 5 فولت اوكي. طبعا هنا الفي ان قلنا راح نوصله بالمايكرو كنترولر اوكي. فالفكرة بتكون كيف نوصل المايكرو كنترولر، نطلع مثلا هنا واحد منطقي راح يوصل التيار، راح يمر ملف الريلي يوصل للارضي تكتمل الدائرة ويتحكم بالسويتش الداخلي ويشغل الحمل اوكي. طبعا قلنا الحمل يقدر يكون جهده 100 فولت، 120، 200، يعني جهد الحمل اللي يقدر يشتغله الريلي اوكي. طبعا على حسب الريلي، في ريلي تشغل جهد اكبر من كذا اوكي. طبعا هذه المعلومات راح تكون موجودة في الريلي اوكي. يعني عندنا فوق زي ما وضحنا في البداية قلنا مثلا هذا الريلي اللي كنا بنستخدمه موجود عندنا 5 فولت دي سي اوكي، يعني يحتاج 5 فولت دي سي اوكي. هذا جهد تشغيل الريلي اوكي، يعني بنغذي الريلي نغذي الملف ب 5 فولت عشان يتحكم بالسويتش الداخلي. طبعا الاحمال اللي يقدر يشغلها مكتوب هنا الى 240 فولت اوكي. هنا عندنا سيتم توصيل VN
المايكرو كنترولر للتحكم ببوابة الترانزستور، أي عند تطبيق الجهد في بوابته سيسمح بمرور التيار من السي إلى الإي كما وضحنا هنا. أوكي، راح يمر التيار من الملف بعدين بيجي من هنا من السي إلى الإي إلى الأرضي. أوكي، أي سيمر تيار عبر ملف الريلي، عند مرور التيار في ملف الريلي فإنه يتولد مجال مغناطيسي مما يتسبب في جذب تماس الريلي وتشغيل الحمل. أوكي، طبعا هنا عندنا نقطة مهمة، نظرا لوجود ملف في الريلي، طبعا احنا قلنا عندنا ملف في الريلي فإن ذلك يسبب تيار تفريغ عكسي الكتروموتيف فورس. أوكي، عند فصل التيار عن ملف الريلي. أوكي، يعني لما يكون الريلي شغال ونفصله راح يتسبب ذلك في تيار تفريغ عكسي. أوكي، تيار التفريغ العكسي قد يتلف أي عنصر موصول بالريلي. أوكي، يعني في الدائرة هنا لو عندنا موصلين عناصر بالريلي، طبعا هنا عندنا الترانزستور موصل بالريلي، طبعا إذا جاء تيار التفريغ العكسي راح يدمر شو اسمه الترانزستور. أوكي، أو أي عناصر تانية موصلة بالريلي. في هذه الحالة لابد إن نوصل دايود، هذا الدايود طبعا لو تلاحظون هذا الدايود موصلين بالتوازي مع ملف الريلي. أوكي، نوصل طرف بالموجب من الطرف الثاني. أوكي، في الريلي يعني نوصل بالتوازي مع الريلي. وش راح يسوي؟ أول ما يجي عندنا هنا تيار التفريغ العكسي راح يرجع في حلقة دائمة. أوكي، عندنا هنا من أجل ذلك يجب توصيل دايود على التوازي مع ملف الريلي يسمى بدايود المسار الحر، والذي بدوره يشكل حلقة مغلقة لتفريغ هذا التيار. أوكي، يعني كل ما يجي هنا يرجع. أوكي، كده راح نحمي العنصر الموصول ب الريلي اللي هو قلنا الترانزستور. أوكي، طبعا تيار التفريغ العكسي قلنا راح يجي راح ينتج من الريلي. ليش؟ لأن طبعا في ملف داخل يعتبر حمل حثي. أوكي، في ملف داخل. أوكي، طبعا هنا طريقة توصيل الدايود شرحناها فوق. أوكي، هنا عندنا الملف حق الريلي، هنا نوصل الطرف الموجب وهنا السالب. أوكي، نشوف مثال عن توصيل الريلي. هنا عندنا المايكرو كنترولر موصلين بريلي. اوكي، هنا عندنا الريلي هذا عبارة عن ريلي موصلين بلمبة تشتغل ب 12 فولت. اوكي، طبعا هنا 5 فولت لان هذا جهد تشغيل الريلي اللي هو 5 فولت. اوكي، هنا جهد تشغيل الحمل. اوكي، ففي البداية لو تلاحظون راح يكون المفتاح في الحالة الطبيعية غير موصل بشيء. أوكي، أما إذا مر تيار عبر الملف وش يسوي؟ راح ينتج مجال مغناطيسي ويسحب هذا السويتش ويوصله هنا. طبعا هنا موصلين ب 12 فولت لأنه قلنا جهة تشغيل اللمبة عندنا ب 12 فولت. أوكي، هنا موصلين ب 12 فولت. أوكي، فقلنا هنا أول ما يمر التيار راح يولد مجال مغناطيسي وراح يسحب هذا السويتش راح يوصله هنا، بيجي كده 12 فولت، بيجي التيار كده بيمر إلى الأرضي ويشغل اللمبة. أوكي، طبعا عشان يمر هنا تيار يولد مجال مغناطيسي ويتحكم في سويتش الريلي قلنا بهذا الطريقة راح نوصله بالمايكرو كنترولر. هنا مثلا راح تطلع من هنا النبضة راح تجي عبر المقاومة في بوابة الترانزستور، وقلنا
بوابة الترانزستور راح تسمح للتيار انه يمر من السي من الكوليكتر الى الاي الى الاميتر الى الارض. اوكي، يعني بيجي من التيار راح يمر عبر الملف، راح يجي هنا، اول ما نوصل هذا مثلا بالموجب راح يمر وتكتمل الدائرة، راح يولد مجال مغناطيسي ويسحب السويتش ويشغل الحمل. اوكي، وقلنا هنا الدايود، هذا هو الدايود لحماية الترانزستور من تيار التفريغ العكسي اللي ينتج عن ملف الريلي. اوكي، هنا لو تلاحظون لو نشغل الدائرة، أول شيء نحمل الكود، تلاحظون أول ما مر التيار جذب السويتش ووصله ب 12 فولت، قلنا هذا راح يوصل ب 12 فولت. اوكي، عشان لان جهد الحمل عندنا 12 فولت. اوكي، كذا اول ما طفينا رجع لحالته الطبيعية. اوكي اوكي يعني بشكل مختصر المايكرو كنترولر راح يطلع نبضة في البوابة مما يسمح ان التيار يمر عبر الملف الى الارضي وينتج هنا مجال مغناطيسي في الريلي يسحب السويتش ويشغل الحمل. اوكي، نسوي مثال، نوصل مثلا، خلنا مثلا نوصل لمبة تشتغل ب 50 فولت. اوكي، نجيب الريليه طبعا نفس التوصيل هنا بس من غير الحمل. اوكي، نجي هنا نكتب ريليه، هنا عندنا هذا الريليه، نختار هذا، هنا عندنا الريليه. طبعا جهد تشغيل الريليه نفرض انه مثلا 12 فولت. اوكي، هنا عندنا 5 فولت. اوكي، نحن نفترض ان عندنا ريليه جهد تشغيله 12 فولت، يعني اذا غذينا الملف ب 12 فولت راح يشغل السويتش. اوكي، هنا نجيب ترانزستور، بنستخدم NPN طبعا، قلنا الترانزستور راح توصل بالملف ملف الريلي. اوكي، وين نوصل موجب، طبعا هنا قلنا جهة تشغيل الريلي 12 فولت. اوكي، فما راح نقدر نوصله ب 5 فولت. اوكي، لا بد ان نوصله ب 12 فولت لان جهة التشغيل قلنا 12 فولت. اوكي، نيجي هنا نختار دي سي اول وحدة، هنا دبل كليك ونحط 12 فولت، انتر. اوكي، الان نوصل بالارض، فكذا وصلنا هنا التغذية. هذا الجهد تشغيل الريلي قلنا بيكون 12 فولت، بما ان الريلي جهد تشغيله 12 فولت وصلنا ب 12 فولت، بيجي التيار كذا اذا شغلنا الترانزستور راح يتوصل بالارضي ويشغل السويتش. اوكي،
نحط مقاومة الترانزستور، نخليها 1 كيلو أوم، طبعا قلنا هذا بيتوصل بالمايكرو كنترولر عشان يتحكم بالترانزستور ويشغل الريليه. نوصله مثلا بالقطب B0، دبل كليك البي 0، اوكي كده وصلنا هذول مع بعض. اوكي نجيب الحمل اللي هو قلنا لمبة، لامب هذه، نوصل هنا قلنا اللمبة اللي بنشغلها مثلا تشتغل ب50 فولت، اوكي خمسين فولت، اوكي هذا جهد تشغيل الحمل، ما له دخل في جهد تشغيل الريلي. اوكي قلنا جهد تشغيل الريلي اللي هو التغذية في الملف عشان يشغل السويتش، اما السويتش اذا يشتغل راح نوصله بجهد الحمل هنا اللي هو قلنا بيكون 50 فولت. نيجي هنا نختار أول وحدة، دبل كليك نحط هنا 50 فولت، اوكي بعدين نوصل بالارضي طبعا هذا الارضي حق الحمل، اوكي لان التيار بيجي كده بيمر، اذا تم توصيل السويتش بيجي بيكمل الى الارضي، اوكي فانتبه لا توصل هذول مع بعض. هذا حق الترانزستور اللي هو جهد، قلنا جهد تشغيل الريلي، ايضا جهد تشغيل الترانزستور قلنا لازم يكون نفس الجهد، اوكي اذا كان جهد تشغيل الترانزستور 12 فولت مثلا هذا بيكون 12 فولت، اوكي فنوصلهم مع بعض ويكون الارضي نفس حق الترانزستور، اوكي اما هنا هذا الارضي حق جهد الحمل، اوكي فلا بد ان يكون متوافق مع ذاك، اوكي هذا الارضي حق هذا الجهد، اوكي اللي هنا، اوكي فكذا باقي عندنا قلنا نحط الدايود لحماية الترانزستور، نجي خلنا نختار الدايود 1N 418، كنا نوصل هذا طرف الريلي طرف ملف الريلي وهذا بالطرف الثاني، اوكي
كذا جاء تيار التفريغ العكسي راح يرجع هنا، اوكي. عشان كذا موصلين بالتوازي، اوكي. طبعا هنا قيمة الدايود انا اخترت 1N4148، طبعا على حسب الدايرة حقك، اوكي. اوكي، فهنا عندنا هذا التوصيل، اوكي. طبعا في الحالة الطبيعية no connection هنا، اوكي، غير موصل، اوكي. اول ما نشغل الريلي راح يشتغل الحمل عندنا، اوكي. طبعا وصلنا بي صفر، اوكي. نيجي في الكود، سبيد دي صفر، خليك خرج، هنا حطينا قيمة مبدئية في البداية، حطينا الصفر، اوكي، لأن ما نبي ترانزستور يشتغل في البداية، اوكي، فنحط صفر، اوكي، عشان ما يكون في اي قيمة عشوائية. حطينا الصفر، اوكي، وعرفنا القطب بي صفر كخرج، اوكي. الان نجي لو نبي نشغل، مثلا نبي نشغل اللمبة لمدة 5 أو 4 ثواني مثلا، قلنا موصل بالبي صفر، بي صفر يساوي 1، بعدين ننتظر مثلا 4 ثواني، 4000 ملي سكند، يعني 4 ثواني، اوكي. كده نطفي، اوكي. كده راح نشغل الترانزستور، والترانزستور راح يشغل الريلي. ننتظر، نطفي الترانزستور، طبعا الترانزستور راح يطفي الريلي، اوكي. نسوي كومبايل، نجي في المحاكاة، شغال. طبعا لو تلاحظون شغال، بينتظر 4 ثواني ثم يرجع، رجع، اوكي. فهذه الفكرة، اوكي. نحن نخلي مايكرو كنترولر يتحكم بالترانزستور، والترانزستور راح يسمح للتيار انه يمر عبر الملف، اوكي. وقلنا اذا مر التيار عبر الملف وش راح يسوي؟ راح يسحب السويتش ويشغل الحمل، اوكي. طبعا هذه فكرة الريلي، اوكي. طبعا كذا راح يكون انتهى درسنا عن الترانزستور والريلي، اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.